السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ وحشتوني، بقالي كتير ما بطلش كده عليكم. النهاردة درس خفيف وظريف، يعني هنخلصه على طول. قصة الحلوين دول تاليا وسوزان، أنا وشيرين. دول كده الدرس بيحكي عن صديقتين، فاحنا هنشرحهم مع بعض. شرحنا أول درس، انا عايز معاكم تاني. اول درس في كونكت فور شرحنا الهيلثي فود، الطعام الصحي، وايه بيتزرع في مصر ودور الفلاحين والحاجات دي. وبعد كده شرحنا الجهاز الهضمي، وبعد كده شرحنا الجهاز التنفسي، وبعد كده شرحنا الاسعافات الاوليه، ونزلت فيديو عن حل الجرامر بانواعه ما عدا الماضي البسيط. انا هعمل له فيديو ان شاء الله. خلاص يلا بينا دلوقتي بقى هنشرح الدرس ده. يلا بينا هنبدأ بقى نقرأ كده واحدة واحدة. ايه لازمة الدرس ده يا جماعة؟ الدرس ده عبارة ان الولاد هيعرفوا يقروه، بيقروا درس اهو اكننا بنقرأ في العربي عادي خالص، يعني هينمي موضوع القراية عندهم شوية، وفي شوية كلمات جديدة هيحفظوها بس. طيب تاليا learns to love flapjacks، يعني هي هتتعلم او بتتعلم انها تحب ال فلاب جاكس، وده موضوع الدرس اللي هي الفطائر الانجليزية. طيب البطلتين هنا ايه بقى؟ استاذة تاليا، ودي مصرية. انا اشرح لكم بالعربي كده عشان نفهم. استاذة تاليا دي مصرية، واستاذة سوزان ودي انجليزية. تاليا هتروح عند سوزان هي ومامتها، وهيجربوا الاكل الانجليزي، وتاليا هتبقى خايفه كده متوتره، وبتقول يا ترى الاكل الانجليزي ده حلو ولا ايه حكايته بقى ولا ايه كده. ماشي هنشوف بقى. يلا اول حاجه، تاليا and سوزان are good friends. معلش انا مشخبطه عشان كنت بشرح الدرس ده قبل كده. تاليا وسوزان يكونوا اصدقاء كويسين قوي، يعني اصدقاء حلوين. تاليا is Egyptian. نركز شوية يا جماعة عشان في سؤالين دلوقتي واحنا بنحل. يبقى تاليا وسوزان good friends، اصدقاء كويسين. تاليا is Egyptian، تاليا مصرية. and سوزان is British، وسوزان انجليزية بريطانية. خلاص their parents الاب والام مع بعض، يعني امهاتهم واباهم او الوالدين بتوعهم، زير عايدة على تاليا وسوزان، are friends too. ده البابهات والأمهات كمان أصدقاء، تو هنا بمعنى أيضا، أصدقاء أيضا. نقرأ الحتة دي تاني، تاليا and سوزان are good friends. تاليا is Egyptian and سوزان is British. Their parents are friends too. أنا دلوقتي الكلمات دي أنا هفصصها لكم بالراحة وهقرأ بالراحة. They talk together a lot. زي عايدة على البابهات والأمهات. talk together a lot، بيتكلموا كتير مع بعض. talk بيتحدثوا. they are sad when they say goodbye. دول هما يا حرام بيبقوا حزنانين جدا لما يودعوا بعض ويقولوا باي باي، مش عايزين يسيبوا بعض يا عيني الناس. لا حول الله. خلاص الحتة دي كده فهمناها. one day، ذات يوم او يوم ما او في يوم ما، تاليا goes to Susan's apartment. تاليا راحت الى شقة سوزان. طيب سوزان اهي في امان الله في حالها، وحطينا لها ابوستروف اس، دي اسمها اس الملكية. الاس الملكية دي بتيجي بعد اسم شخص حلو او اسم حيوان يعني، بس لازم بعديها حاجة ملك الشخص ده، فدي سوزانز بارتمان، شقة سوزان. تاليا ذهبت إلى شقة سوزان. تاليا is excited. تاليا كانت فرحانة. but لكن she is a bit worried. لكن كانت قلقانة شويتين تلاتة كده، شويتين يعني قلقانة شوية صغيرة. خلاص what is British food؟ Will she like it? What is British food? يا ترى ايه بقى الاكل الانجليزي ده هيبقى عامل ازاي؟ Will she like it? هل هي هتحب الاكل ده؟ طيب ممكن نقرا كده بسرعه تاني.
Talia and Suzanne are good friends. Talia is Egyptian and Suzanne is British. Their parents are friends too. They talk together a lot. They are sad when they say goodbye. One day, Talia goes to Suzanne's apartment. Talia is excited, but she is a bit worried. What is British food? Will she like it? فهمتوا كده أول قطعتين في الدرس؟ طيب. تاليا أستاذة تاليا and her mom arrive at Suzanne's family's apartment. إيه كل الأبوستروف إس دي؟ تاليا and her mom تاليا ومامتها arrive at وصلوا لشقة عيلة سوزان. خلاص؟ كل أدي الشقة بتاعت عيلة بتاعت سوزان. Suzanne says, Suzanne قالت, please have some tea. تاليا, please خدي شوية شاي يا تاليا. سوزان بقى ايه؟ الضيف تاليا. Would you like a flapjack? My mom and I made them. سوزان بتقول لتاليا, هل تحبي الفلابجاك؟ دي عبارة عن كوكيز عند الانجليز, حلوة فطائر. تقول لها ده انا وماما عملناهم عشانكم. made them. My mom and I made them, عملناهم زم عايدة طبعا على الفطائر دي عشانكم. بعد كده سوزان has a plate in her hands. سوزان كان معاها طبق مسطح. plate طبق مسطح, dish اللي هو الطبق الغويط. in her hands ماسكاه في ايديها. On the plate there are pink square cookies. كان على الطبق ده حلويات مربعة كبيرة, حلوة مربعة كبيرة. هذه بقى الفلابجاكس. تاليا لوكس at the flapjacks. تاليا بقى نظرت كده, قعدت تبص كده ايه الحلويات. سوزان, I'm very happy you made them for me. But what is a flapjack? She asks. بتقول لها والله انا سعيدة جدا اللي انت عملتي الحاجات دي ليا, لكن ايه هي يا سوزان الفلابجاك دي يعني؟ سوزان says, بصوا يا جماعة برضو يعني هو الكتاب بيبقى فيه غلطات الى حد ما. هنا I'm very happy you made them for me. انا سعيدة ان انت عملتي الحاجات دي ليا. المفروض هنا مش سوزان, المفروض هنا هتبقى تاليا. خلاص يعني انا بكتشف معاكم الغلطات دي يعني. سوزان هتبتدي تجاوب, they are cookies, دي حلوة. I make them, انا عملتهم. with انا عملتهم بايه بقى؟ هنبتدي نشوف المكونات بتاعة الفلابجاك دي. with at بالشوفان, butter زبدة, and honey عسل. try a little, تاخدي شوية, جربي شوية كده. يبقى مكونات الفلاب جاك ايه؟ عشان لو سألنا سؤال هيبقى معمول من القط شوفان, من الهاني عسل, من الباتر زبدة. تاليس ماذر سمايلز تو. مام التالية, ادي اس الملكية اهي وفي اسم عايد على الشخص. مام التالية ابتسمت ايضا. تاليا ترايز افلاب جاك, جربت فلاب جاك. It's delicious, دي جميلة. I love it, أنا بحبها. She says, ده هي قالته تاني. How do you make them? عملتيها ازاي بقى يا سوزان يا أروبا؟ سوزان says, هتقول سوزان, It's very easy, دي سهلة جدا والله. Next time, المرة الجاية, you visit, we can make them together. لما تزورينا المرة الجاية هنعملها مع بعض. تاليا says, what a great idea. واو دي فكرة حلوة جدا يا سوزان. ده كده الدرس بتاع الصديقتين وفلاب جاك. اوكي تعالوا بقى ايه نقرا معاكم واحدة واحدة الكلمات اللي كانت معروضة في الدرس دلوقتي عشان كنت بقرا بسرعة. أول حاجة فطائر البسكوت اللي احنا بنتكلم عليها فلاب جاك. السي والكي قلنا كذا مره ساوند واحد, ك فلاب جاكس, فلاب جاكس.
فطار. البسكوتات او الحلوى عند البريطانيين بيقولوها كوكيز، كوكيز. الشوفان اتس، اتس. نطقنا الاو ما نطقناش الايه، اتس. هاني، هاني، عسل. كيك، كيك، الاي سايلنت، كيك. طبق مسطح مش غويط، بلات، بلات. ليه هنا قلنا ليه ما قلناش لا؟ عشان في اي في الاخر بنكسر الاي دي شويه، بلات، بلات. اوكي، لما قلت لها جربي القليل، تراي a little، try a little. يوم ما، one day، one day. practice، practice. بريطاني او بريطانية. sad، sad. a pet worried، a pet worried. الان وساد يعني حزين. excited، excited. فرحان او عنده اثاره لشيء ما، فرح اللي هو لدرجه متحمس جدا. apartment، apartment، شقه. arrive at، arrive at، يصل الى. friends، friends، اصدقاء. parents، parents، الوالد والوالده يعني بابا وماما مع بعض. smile، smile، يبتسم. talk together a lot، talk ال silent هنا، together a lot، بيتحدثوا كتير. ده كده ال الدرس قريناه وترجمناه، ودي الكلمات عشان كنت بقراها بسرعه. طيب حته الجرامر اللي هنا دي افعال عندنا بمنتهى البساطه، بيقول لك الافعال دي لما تحط لها ار اي في اولها بتدي معنى تاني. بمعنى do بمعنى يؤدي او يفعل، لما نيجي نحط لها ار اي هتبقى ريدو بمعنى اعاد عمل، بيعيد عمل، يعيد عمل هنا في المضارع عشان هناخدها في الماضي دلوقتي. بيعمل تاني، يعني انا do my homework، I redo my homework، انا بعمل واجبي تاني. paint يرسم بالالوان او يدهن حيطان. paint، طيب ده يطلي او يدهن. لما نيجي نقول repaint بمعنى يدهن تاني، بيعمل حاجة تاني. يبقى انا عايزة اوضح لكم ان ال re لما نحطها قبل الافعال دي بمعنى نعملها مرة كمان. clean ينظف، reclean ينظف تاني، بيعيد تنظيف. made، made. لو جاب لنا make فاحنا نحولها made، made يعني اعد او صنع، الاصل بتاعها make. remade اعاد صنع او اعاد عمل، هيعمله تاني او هيصنعه تاني. did فعل، الماضي بتاع do، ده present مضارع وده past. did هيبقى redid اعاد عمل. ده الجرامر. نحل بقى على بتاع ده اسمه ايه، على الدرس وعلى الجرامر. يلا بينا، يلا بينا. اول واحده اسئله، سؤالين على الدرس. زي عارفين القراءه المتحرره كده يا جماعه في العربي، ايه كده، هو ده درس وعليه اسئله. Who are Talia and Suzanne؟ مين تاليا وسوزان؟ They are good friends، دول هم اصدقاء حلوين كويسين جيدون. اهو ادي ادي الاجابه بتاعت السؤال الاولاني. تاليا اند سوزان ار جود فريندز، كل ده اجابه السؤال الاولاني. مش عايزين نقول تاليا وسوزان، ممكن نقول زي ار، دي ار جود فريندز. ماشي، انا معلمه لكم على اول سؤال. طيب تاني سؤال، وير ار زي، اين هم، هما فين، هما كانوا فين. تاني سؤال اهو، سوزانز ابارتمنت، في شقه سوزان، هما كانوا في شقه سوزان. ده تاني سؤال.
كده اول سؤالين خلاص. طيب تاني سؤال، هنحط ترو على الجمله الصح، و التي دي معناها ترو يا جماعه، والاف دي معناها فولس غلط. يبقى الترو على الجمله الصح والفولس على الجمله الغلط. طيب اول حاجه، سوزان جوز تو تاليس فاميليز ابارتمنت. هي سوزان هي اللي راحت ولا تاليا هي اللي راحت؟ تاليا اللي راحت، يبقى دي فولس. اف سوزان از فروم ايجيبت. سوزان من مصر؟ لا، دي سوزان ايه، سوزان دي من بريطانيا انجليزيه، يبقى دي غلط فولس. تاليا هات فلاب جاكس، كرهتها؟ لا طبعا، لافت، حبيتها، يبقى فولس، كله فولس كده. تاليا وانتس تو ميك فلاب جاكس، كانت عايزه، تريد ان تصنع الحلوى دي، كانت عايزه، هي هيعملوه بقى هما الاثنين في الزياره الجايه ان شاء الله. You need apples to make flapjacks. انت محتاج التفاح عشان تصنع الفلابجاكس؟ لا طبعا، فولس، عشان احنا محتاجين ايه؟ هو اتعمل بالايه، القطس، الشوفان والهاني والباتر، ما جابش سيره الابلز خالص. طيب هنا الليترز الناقصه، الحروف الناقصه، يعني دي باج، انا ممكن اعملها بسرعه، باج اهي، نوز اهي، فكره المفروض ان كنا حافظين الكلام ده. كيك، ماكس، يخلط، مام. مام ينفع بالاو او باليو عادي. رايس، ماشي. طيب بعد كده ده على الجرامر، احنا هنحط هنا الار اي قبل الافعال. طيب he painted his house again. هو اعاد طلاء بيته again. مبدئيا again هنشيلها، لاننا مجرد لما نحط ار اي في الفعل يبقى هو بيعيد تاني، يبقى he repainted his house، هو دهن بيته تاني، يبقى جين ملهاش يعني ملهاش وجود، يبقى احنا هنحط ار اي قبل الفعل ده. نفس الكلام she cleaned her bike again، هي نظفت عجلتها تاني، برضو هنشيل اجين وهنحط ار اي قبل الفعل كده. يا جماعه الدرس خلص، بس في اخر حاجه، مثلا اخر حاجه دي كده، ده جزء ماس، مش هشرحه دلوقتي، انا هشرحه في وقته مع جزء الماس اللي ورا خالص. تعالوا نشوف هنا عايز ايه. paint make clean do. طيب اول واحده I need to a my grand table my garden table sorry ترابيزة الحديقة، هعمل ايه؟ اكيد هدهنها، يبقى repaint، هعيد دهان ترابيزة الحديقة garden table. The kitchen was clean كان نظيف this morning هذا الصباح but لكن now I need to eat، يبقى انا عايز انضفه من اول تاني، عايز تنظيفه، يبقى reclean. today النهاردة I need to، احتاج الى ايه، my little brother's band aid اللي هو البلاستر، يبقى محتاج يعمل او يحط البلاستر لاخوه، يبقى redo. طيب I burned the pancakes، انا حرقت، وده فعل ماضي، ماضي عشان الاصل بتاعه burn، حرق، يبقى احنا كده هنحط حاجة في الماضي. the pancake I have to them، I have to يجب ان، او انا ملزم ان انا اعملهم، يبقى re make، ولا made هنا ماضي، يبقى لازم هنا ماضي made. بس كده فاضل لنا درس، الدرس الاخير، الدرس الخامس في اليونت، في
في اليونت الاولى اللي كونكت فور، هنخلصه الفيديو الجاي ان شاء الله، وهعمل لكم مراجعه شامله فيها كل الاسئله وفيها الجرامر بتاعت اليونت دي، مش هنبقى محتاجين اي حاجه في اليونت خالص. ماشي، استنوني بقى ايه في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا باي باي يا حلوين.